فيصل، قبل ما تحط على عملية تحويل، لأنه دائما عملية تحويل إلى الخارج تطرح كثير من التساؤلات، راح نقطع عليها، لكن خلينا نشوفوا كما راكم تشوفوا في الشاشة عملية التحويل هذه الموقعة من وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي كما تشاهدون، تتعلق بتحويل 2,350,000 دولار إلى لوس أنجلوس، إلى مكتب فيليب دياز في لوس أنجلوس، تحويل يعني إقرار بالتحويل الفوري، وبالتالي هذه دراهم وفهموا هذا التحويل يخص إلى الكاشي تاع سيناريست اللي هو فيليب دياز والكوتا دو برودكسيون تاعو، تسمى مازال ما بديناش، هذا السيد هذا السيد حلا برك، هذا لورد صار يبدا 2,600,000 دولار، كي يقولوا 2,000,000 نحسبوا وحدكم، مانيش حاب نحسب الاورو كيفاش يتحول الى الدينار، اللي يحسبها نوار واللي يحسبها اللي يحسب بالبوكا واللي يحسب بالسكوار، هذه قضيه احنا الرقم اللي نمدوه بشكل رسمي وبوثيقه رسميه، مالناش نمدوه في هضره تاع فيسبوك، نمدوه في وثيقه رسميه تتعلق ب 2,350,000 دولار فقط تحويل ل هنا عندي تحويلات اخرى، كي نقول لك مثلا 17 مليون دولار للمنتج المنفذ، زيد اقرا فيصل عمر نتعبك اليوم. معليش اوتوريزاسيون. ربما المشاهدين يقدروا يشوفوا هذه الفقرات على الشاشه ويفصلوا فيها على مزاجهم وعلى راحتهم، احنا يعني نمدوا في ارقام موثقه. هذه اوتوريزاسيون التاريخ تاعها 12 نوفمبر 2013. 12 نوفمبر 2013 موقعه من طرف السيده وزيره الثقافه خليده تومي. لا هذه تتعلق ب 2,650,000، ماذا بينا توريونا الورقه، ورقه تحويل الاموال الاخرى اللي عندها 17 مليون.